هنا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث تم تدمير عدة أحياء سكنية ملاصقة ومحاذية لمجمع الشفاء الطبي. هنا في المنطقة الشمالية من مجمع الشفاء الطبي هذه المنازل تم تدميرها بشكل كامل فوق رؤوس الساكنين، بعد أن طلبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت من الأهالي البقاء داخل منازلهم، وطالما هم داخل منازلهم هم في أمان. ولكن ما جرى أن قوات الاحتلال قامت بنسف هذا المربع السكني فوق رؤوس الساكنين. معنا الحاج أبو منذر. عم أبو منذر، ماذا جرى معكم وماذا أخبركم الجيش؟ ذاق علينا، قالنا بتروحوا تقعدوا في البيوت زي ما انتم. تاني يوم لمونا كلنا، حطوا رجال على شقة والحريم على شقة. تالت يوم أخذوا في نفس اليوم أخذوا الحريم وقالوا لهم روحوا على الجنوب. إحنا ظلينا 5 أيام. تمام، هل تم إخلاء جميع سكان المنطقة وتجميعهم؟ جمعنا كلنا في شو اسمه هنا في أندار طافش، جمعونا. بيت أخيك الملاصق لبيتك، ما زال العدد من الشهداء تحت أقوام هذا المنزل، ماذا جرى معهم؟ هم في الأعمار الثانية، فقالوا لهم شو اسمه بدهم ينزلوهم، ما رضيش ينزلوهم الجيش، ما رضي ينزلهم الجيش، قال لهم خليكم قاعدين جوا. واحنا طلعونا في دار طافش واخذونا على مستشفى الشفاء، وبعد يومين المربع كله انتصر والحمد لله. طب ما زال يوجد شهداء تحت ركام المنازل؟ لغاية هذه اللحظة تعال صورنا. إذن حتى هذه اللحظة ما زال الشهداء وجثامين الشهداء موجودة داخل ركام المنازل وداخل هذه الأحياء السكنية. طبعا هذا الحي السكني هو واحد من عدد من الأحياء السكنية التي تم تدميرها في محيط مجمع الشفاء الطبي، أكثر من حي سكني تم تدميره في هذه المنطقة، ولا زالت جهود الإنقاذ عاجزة عند إخراج جثامين الشهداء. أعداد كبيرة ممن يسكنون في هذه الأحياء هم من بين المفقودين، لا يعلم مصيرهم حتى الآن، سواء كانوا تحت أنقاض منازلهم أم تم إخلائهم وأسر الرجال بالتحديد منهم. محمد أحمد من مدينة غزة لصالح قناة 3 عربي.